السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم فريدة شانيل. إذا كنتم من الزوار الجدد لا تنسوا دعمي باشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سنرى عتبات التقاء في المعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وطريقة التأكيد طلب بالنسبة لانستيتي أغرونوميك اي فيتيرينير حسن دو 2020. غادي نستعملوا هاد البوابه ديال معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره. راه كنلقاو ادميسيبيليتي اي كونفيرماسيون دو كانديداتور ا بيزا ان ريزون دو لا سيتياسيون لي ا لا بانديمي دي كوفيد 19. L'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II a adopté cette année une procédure exceptionnelle de sélection consistant en deux étapes. Alors, حالة خاصة هذا العام أنا بالنسبة للمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. alors غيكون الاختيار أو الانتقاء على مرحلتين. المرحلة الأولى هي la définition du seuil admissible sur la base des notes nationales du baccalauréat. المرحلة الأولى هي غا التعريف ديال عتبات الانتقاء واللي كان على حساب نقاط الوطني ديال البكالوريا. والثانية المرحلة الثانية هي لا سيليكسيون دي زادمي سيغ لا باز دي مويان انكليون لي نوت دي زيبروف دي بكالوريا ناسيونال اي ريجيونال. المرحلة الموالية يعني هي اختيار المقبولين اللي غيكون على حساب المعدل اللي كيدخل فيه النقاط ديال اختبارات البكالوريا الوطني والجهوي. alors sur la base des résultats du bac national على حساب نتائج ديال البكالوريا الوطني العتبات ديال الانتقاء بالنسبه للمعهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره alors par région على حساب الجهه et par filière sont définis comme suit. على بالنسبه للعتبات غيكون على حساب الجهه سيتادير كتختلف من جهه الى اخرى او من الاكاديميه الى اخرى وعلى حساب الشعبه. على بالنسبه للعتبات كاين الاكاديمي كاين الشعبه هادو الجهات وكاين الشعب. على بالنسبه للاكاديمي بني ملال القنيطره او الجهات بني ملال القنيطره. على بالنسبه اللي عندهم علوم زراعيه كانت العتبه هي 13. اللي عندهم علوم الحياه والارض اس في تي العتبه هي 14.5. اللي عندهم سيونس مات العتبه هي 13.5. واللي عندهم سيونس فيزيك العتبه هي 16. بالنسبه للعلوم الفيزيائيه يعني العتبه طالعه شي شويه. على بالنسبه اللي لقى عنده المعدل ديالو اكثر من 13 اذا كيكون مقبول. نفس الشيء بالنسبه اللي عنده سيوس اغرونومي لو اللي مثلا عنده علوم حياه والارض وعنده المعدل اكثر من 14.5 يعني مقبول اوتوماتيكمون. نفس الشيء بالنسبه للعلوم الرياضيه 13.5 قبلوه هذا هو العتبه. واللي العلوم الفيزيائيه اللي العتبه هي 16 يعني عنده اكثر من 16 غيكون مقبول. على بالنسبة للجهة ديال الدار البيضاء سطات. على بالنسبة للعلوم الزراعية غير محددة. بالنسبة لعلوم الحياة والأرض ديال جهة الدار البيضاء سطات هي 14. علوم رياضية 15.5 وعلوم فيزيائية هي 16.5. بالنسبة لدار عتافيلات عتبة الانتقاء هي 15 بالنسبة للعلوم الزراعية. بالنسبة لعلوم الحياة والأرض هي 15.5. علوم رياضية 15 وعلوم فيزيائية 15. على بالنسبة للجهة ديال الدخلة والذهب بالنسبة للعلوم الزراعية غير محددة. علوم الحياة والأرض 15 هي العتبة يعني اللي عنده المعدل أكثر من 15 أو يساوي 15 يعني غيكون مقبول في المعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. على بالنسبة للسيونس مات 13 بالنسبة للذهب الدخلة والذهب و 17 بالنسبة للشعبة ديال الفيزياء والكيمياء. بالنسبة للجهة ديال فاس مكناس على 12.5 هي عتبة انتقاء بالنسبة للعلوم الزراعية. عتبة انتقاء بالنسبة لعلوم الحياة والأرض هي 14. بالنسبة للعلوم الرياضية هي 15.5 وبالنسبة للعلوم الفيزيائية هي 16. كنمشيو للجهة ديال قلميم واد نون بالنسبة للعلوم الزراعية غير محددة. بالنسبة لعلوم الحياة والأرض 16.5. بالنسبة للعلوم الرياضية هي 15 والعلوم الفيزيائية هي 15.5. غنمشيو للعيون السقية الحمراء بالنسبة للعلوم الزراعية غير محددة. لعلوم الحياة والأرض 15.5.
علوم رياضية 14 وعلوم فيزيائية 15.5. بالنسبة للجهة ديال مراكش أسفي، العتبة ديال انتقاء بالنسبة للعلوم الزراعية هي 13، عتبة انتقاء بالنسبة لعلوم الحياة والأرض هي 13، عتبة انتقاء بالنسبة للعلوم الرياضية هي 15.5، وعتبة انتقاء بالنسبة للعلوم الفيزيائية هي 16. بالنسبة للجهة ديال الأوريونتال ديال الشرقية، عتبة انتقاء بالنسبة للعلوم الزراعية هي 14، عتبة انتقاء بالنسبة لعلوم الحياة والأرض 14، عتبة انتقاء بالنسبة لعلوم الرياضية لو هي 14.5، وعتبة انتقاء بالنسبة لعلوم الفيزيائية هي 16. بالنسبة لغباسة لقنيطرة، بالنسبة لجهة الرباسة للقنيطرة، العلوم الزراعية هي 12.5، علوم الحياة والأرض 14.5، علوم الرياضية هي 15.5، وعلوم فيزيائية هي 16. بالنسبة لسوس ماسة، 15 بالنسبة للعلوم الزراعية، 15 أيضا بالنسبة لعلوم الحياة والأرض، و14 بالنسبة لعلوم الرياضية، و16.5 بالنسبة لعلوم فيزيائية. على طنجة تطوان الحسيمة، يعني طنجة تطوان الحسيمة، عتبة ديال الالتقاء بالنسبة للعلوم الزراعية غير محددة، بالنسبة لعلوم الحياة والأرض 13، بالنسبة لعلوم الرياضية 14.5، وأخيرا بالنسبة لعلوم الفيزيائية هي 16.5. على كما قلت في الأول، بالنسبة لعلوم فيزيائية يعني اللي كانوا دايرين بي سي، على عتبة انتقاء بالنسبة لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة لأكبر من الشعاب الأخرى. Alors, les candidats ayant postulé à la PISA et ayant un moyen du baccalauréat national supérieur égal au seuil ci-dessus sont déclarés admissibles. Alors, بالنسبة للمترشحين اللي ديجا داروا الترشيح عبر البوابة وعندهم معدل ديال البكالوريا الوطني أكبر أو يساوي هذه العتبات اللي ذكرنا، alors أنهم مقبولين. Alors, les candidats admissibles sont invités à confirmer leur candidature au nom ayant le avant pardon le dimanche 16 août 2020 à 2h. Alors, بالنسبة للمترشحين اللي مقبولين، خصهم يديروا التأكيد ديال الترشيح أو عدم التأكيد قبل من 16 غشت 2020، سيتادير إما التأكيد بأنهم مثلا غيكملوا في معهد حسن الثاني للزراعة والبيطرة، أو غيديروا السحب ديال الترشيح ديالهم باش يخليوا الفرص للطلبة الآخرين أو المترشحين الآخرين. Alors délai de rigueur. Alors en introduisant leur adresse mail et leur mot de passe créé au moment de la préinscription. Alors c'est d'abord de dire التأكيد إما باستعمال الإيميل ديالكم وكلمة المرور، على باش ديروا التأكيد كونفيرماسيون دو كونديداتور على بيزا المعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. على غدير الإيميل ديالك اللي درت به لابخي انسكريبسيون، وغدير لو مود باس ديالك أيضا اللي درت به لابخي انسكريبسيون في الأول، ومن بعد غدير كونيكسيون. الوغ إلا كنت مثلا باغي تكمل في المعهد، الوغ غدير تأكيد ديال الطلب كونفيرماسيون ديال لا كونديداتور، وإلا كنت مثلا ما باغيش تكمل نجحت في شي مؤسسة واحدة أخرى ولا شي معهد واحد آخر، ما باغيش تكمل في المعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الوغ غدير السحب ديال الترشيح. من بعد alors en cliquant sur le bouton confirmation de la de ma candidature. Alors هي هذه بالنسبه لي انا ديجا صباح فتحتها، هي اللي شرحت لكم على confirmation de la candidature ou bien désistement de ma candidature. alors من بعد ما يديروا la connexion باستعمال ايميل او لو مود باس، اما غادي يديروا confirmation de la candidature يعني دير تاكيد ديال الترشيح، او غدير si vous désistez alors votre candidature sera annulée، او غدير السحب ديال الترشيح. Alors, un accusé de confirmation sera envoyé au candidat par email. Alors, la dette qui est tarchée à la régie email, bien là, la dette qui est dite tarchée va redouze من المقبولين للمرحلة الموالية. Alors, la dette annulée, يعني régie email, bien là, que سحبت الترشيح ديالك من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. Seuls les dossiers des candidats ayant confirmé leur candidature dont les délais seront traités pour l'admission. يعني اللي غادي تأكيد ديال الترشيح، سيتادير بإدخال كلمات المرور والإيميل،
ويكون في الوقت قبل 16 غشت 2020 مع 12، على هما اللي غادي يتم معالجة ديال الدوسي ديالهم باش يشوفوا على حساب لائحة ديال الانتقاء. الو غيكون بار اورد دو ميريت. على بالنسبة للائحة الانتقاء غتكون على حساب ترتيب ديال الاستحقاق، وغيختلف على حساب الجهة وعلى حساب المسلك، يعني في حدود عدد المقاعد اللي هي متوفرة بالنسبة للمعهد الحسن الثاني بالرباط. على بصفة عامة اللي عنده بالنسبة للشعبة ديالو عنده عتبة انتقاء اللي مذكورة، على خصو ضروري يدير التأكيد بإدخال الإيميل وإدخال كلمة المرور، ومن بعد غادي يدير إما تأكيد أو عدم تأكيد، وغتجيه إيميل في الإيميل ديالو غتجيه رسالة إما أنه دار تأكيد أو أنه دار سحب ترشيح. وفي الأخير كنتمنى التوفيق للجميع، وما تنساوش إذا كنتم من الزوار الجدد اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.